وضعنا ضوابط لتعديل الجداول، لأن مثل ما تعرفون التشريع ممكن أن تلاحقه بالتعديل سواء بالحذف أو بالإضافة. الأمم المتحدة مثل ما تعرفون هذه مخدرات تنتج في دولة وتمر من دولة وتستهلك في دولة أخرى. كيلو، فما تم ضبطه من حبوب الكبتاغون 58,000. هاي أبل في أبل في أبل اللي نأسف لأنه أكو عزوف من المواطنين عن تقديم المعلومة. بعض العائلة أبنائها قد ما تحصل أو ما تضبط مادة مخدرة. لابد من الإشارة إلى موضوع مهم، أنه خلنا قد ما ننظر منظار الحالة المجتمعية تعتبر المخدرات فظاهرة جديدة بالنسبة لمجتمعنا المجتمع العراقي، لكن الحمد لله بجهود كل القوات الأمنية لا زالت اللي مستمرة لحد ما هذه جينا في رقاب القبض، نقدر نقول أنه مجتمعنا لا زال الحمد لله يرفض هذه الحالة رغم أنه وجود بعض السلبيات أو بعض المؤشرات السلبية على بعض الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم وضبط جرائمهم. تفعيل المديرية العامة لمكافحة المخدرات ورفع أقسامها إلى مستوى مديريات في المحافظات ودعم فني وتقني لباقي الدوائر التابعة لوزارة الداخلية، كل هذا أنتج عن نجاحات واضحة في موضوع محاربة المخدرات سواء من ناحية إلقاء القبض على العصابات المهمة في عملية الترويج والمتاجرة أو على مستوى الجهد الاستخباري اللي أيضا كان واضح المعالم في هذه الفترة. لابد من الإشارة إلى موضوع مهم، أنه